بجد مش عارفه اشكرك ازاي. على ايه؟ رحله حلوه قوي. انا عماله اشكرك من ساعه ما احنا مشينا من المركب. انا كنت مبسوط اكتر بجد. يعني تصبح على خير. كنت من اهله. اشوفك. اه طبعا ده اكيد. مين ده؟ مين ده يا سلمى؟ انا جوزها. انت مين؟ ده مش جوزي، ده طليقي. انا الدكتور نبيل. ايوه دكتور نبيل. مين يعني؟ انا جارها فيلتها اهي. اهلا وسهلا دكتور نبيل، فرصه سعيده جدا، تشرفنا. معلش بعد اذن حضرتك علشان انا بس محتاج مدام سلمى في موضوع مهم جدا. مفيش مواضيع بيننا اصلا. عن اذنكم. رايح فين يا دكتور؟ ما معلش خلاص خلاص تعالي هنا. رايحه فين؟ انت ايه اللي جابك اصلا؟ مفيش كلام ما بيننا. سلمى انت وحشتيني وحشتيني. انا حاولت اوصل لك وكلمتك كتير. خلاص خلاص انا زهقت. كريم بجد كفايه لحد كده، انا مش قادره اتكلم. سلمى انا عارف ان اللي عملته ما كانش سهل. سهل ولا صعب ما يخصنيش. اللي بينا خلاص انتهى. يا سلمى انا بحبك ومن ساعه اللي حصل مش عارف اعيش لي يومين. تاني الاسطوانه المشروخه، نفس الكلام اللي انت بتقوله لي وانت مصاحب عليا 100 واحد. عندك حق يا سلمى، انت عندك حق. انا مش هقاوح ولا هنكر، انا بدفع الثمن دلوقتي وكل ثانيه بتعدي عليا بخسر حاجه. خسرتك وخسرت كل اصحابي ودلوقتي بخسر كل فلوسي وشغلي. الضرايب حجزت على كل حساباتي في البنوك، ولو ما دفعتش هيتخرب بيتي وهروح في 60 داهيه. ارجوكي انا محتاج لك. انت عشان كده جاي؟ لا لا طبعا مش جاي علشان كده. لا انا زي ما كنت شايفه انك حقير قوي كده. يا سلمى ارجوكي ارجوكي انا مستعد اخسر اي حاجه في الدنيا قصاد انك ترجعي. طز في اي حاجه في الدنيا قدام رجوعك ليا. ارجوكي. خلصت. دبلتك اهي، ابيعها وخد فلوسها. انا بكرهك بكرهك، عمري ما هرجع لك تاني. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.